السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية أخوان. يوم جديد، كش جديد، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان، نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. طبعا يا أخوان، ياريت تحط لنا لايك، تعليق، دعم المقطع، مش راح نزود أكثر منك بالمقدمة. خليكم معانا، فرجيكم السطح. اليوم الجو حلو، تابعوا المقطع. راح نطلع حمامات اللي بكشهم الصبح، بعدين حمامات الموعد. اليوم هنولع، خليكم معانا وتابعوا المقطع. نشوف هون بداية. طبعا بداية يا اخوان، هذول بتطلعوا الصبح. طبعا انا اليوم الناس اللي روحت هذول 20 حبة. طبعا هذا النوري كان يطلع مع تعون الموعد يرمح، بس طلع كيف تعبان شوي، حطلعوا اليوم معاهم المسود السكسفوني. صح صح ولله الحمد. في عندكم برضو اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اخوان البني برضه الملحة هسه حشيلهم لأنه هدول جداد لسه، بس برضه حطلعهم على المغرب أطيرهم. في عندكم المسود كمان تعبان ولكن صح صح. في النور الأحمر اللي جبناه من مادبة موجود معهم، والنور الثاني نقلته اليوم أول نقلة وين؟ على الراس اللي بطلعه تاع الموعد. وهون في عندكم السكسفوني مريحه شوي، شفتوا آخر مرة بالفيديو شو عمل فينا. خلينا سكرنا الخشة هاي. طيب شوف هون الشباب الطيب الكشامرة والمراسليات كلها بتهوز زي النار، هاي على الطبلية، الأرض ناشفة تمام وضعها، هيهم قاعدين ومستأنسين ما شاء الله عليهم. طيب في عندكم حمامات هنطلع لكم اياهم على الموعد. هذول 31 حبة، كانوا 31 وظلوا 31. طيب شو سويت أنا؟ هسا بفرجيكم شو سويت. يعني شلنا السكسفوني، شلنا المسود الاصفر، شلنا كم من حبه نحكي تعبوا، حطيت الملحه في النوري برضه اللي من مادبه. وين راح؟ هيو هذا النوري تاع السطح، هذا اللي من مادبه. هذول نقلتهم حبتين بدل الحبتين اللي طلعناهم. لا والله في كمان حبه، صار ثلاث حبات مطلع. وفي البوز الجديد، البوز الجديد هذا جديد اول مره حيطلع على الموعد، يعني الله اعلم. بس خلينا نطلع الحبات اللي هون، بس نشيل حبتين الجديدة منهم. شلت الحبتين زي ما انتم شايفين، هاي حطيتهم هون بجن، يعني برضو اليوم راح طيب خليكم شوي هيك. بس نطلع اللي هون، نقول يا الله. طبعا هذول زي ما قلنا لكم برضو حنطلع منهم، نصير نفصل على الراس الاول. يلا طلع مسود. طلع يا اخوان الحمام لسه مرطبه، فايش بدها؟ يلا يا محيي روح وراهم، لكاش واقف. طبعا هاي طلعوا الشباب الطيبه، بسم الله. هات ايوه طلعوا، طلع ما شاء الله. هسا شوي بشدوا، يعني هذول بيعجبوكم الشباب. يلا هاي بلشوا يعلو. هسا طبعا المزهور يا اخوان تعبان، ممكن المزهور هو نفسه اللي يوقعها، بس اذا وقعها مش مشكله. انا والله نسيت اشيله، نسيت اشيله لانه المزهور برضه تعبان. هاي كلها قاعد ايش تدعس. طبعا هاي الشباب شدت، وين البينات؟ ايوه كلهم شدشدوا، شدشدوا البراغي. طبعا هذول يا اخوان كلهم جداد ولا حبه قديمه، هذول كلهم شو جداد، فيش ولا ربع حبه فيهم. وين راهم؟ والله ما شايفهم. طلع التكلج عجب عليهم، صحيح بس التكلج القديم والله العظيم، لانه تيس هذا التكلج. ظل هيك يا اخوان مش راح اطلعه مع ولا اشي، خلص نخلص منه. طلع شو بقلب بشقلب، انا الطير زيك بكرهه، خرب الدنيا. طلع الحمام كيف شاده، خرب الدنيا. ايه في طير فايت فيها، ايوه ايوه جيبوه جيبوه جيبوه، الحقوه الحقوه جيبوه. والله جابوه، والله جابوه، ايوه فايت فيها. ايوه ايوه اي مطرف مطرف لسه، ايوه ايوه كسر كسر لجوا.
هسه برجع هذا داير. خلينا نشوف هسه اذا برجع ولا لا. هاي الحمام مطيط، حمام مطيط، ما جبتش الحب الفلزيه معها، سبتها شوي طوطه النص اصلا، يعني هي صار لها منيح طايره. انا ما بدي اضيع الفيديو كله عليها، صار لها فتره طايره لانه هي قربت الشمس، يعني بلشت بدها تغيب. فتنا ما بعد العصر مشان شو، لسه الحمام نشيطه ما شاء الله، اللي شد عليها بشد عليها، اذا شد عليها بشد عليها. خليهم هسه شوي يحطوا يا اخوان. اطور وكشلكوا هدول، اطولكوا وكشلكوا هدول هسه على الصبح. هذا قرد، هذا قرد ملعون ملعون. خليها هسه بس ينزلوا ونشوف شنو نسوي. طال الحمام هي حطت خلص. طبعا احنا قربنا على المغرب، يعني دوبك ضايل لفة عشان نقدر نحبسهم بلاش اشي يتزانخ فيهم. في كم واحدة طيارات لسه؟ ضايل في 5 طيارات ومن ضمنهم مسوت، ما في مشكلة. طلع بدنا نتهور. تعال ها، تعال اطلع روح. هاي طلع ولا ليل ولا نهار، هذول شدات ما شاء الله ولا معهم خبر. طلعوا لي هذا مشخط، حط البوز شو ضل؟ ضل مسود اليهودي. هاي محطه، هاي الجداد هون هسه بنطلع فيهم. هاي بطلع لكم فيهم شوي، خليتهم على الرفصه ابو دقيقتين ثلاث. يلا روح. هاي طلعوا وين راحوا؟ هاي الملحه مطرف. هاي هاي الملحه، البن ورا. هاي كشناهم وامورهم طيبه. هاي الملحة هاي لحاله، هاي شفينه هاي طيارات وامورهم تمام. هاي شوي لف لفتين 4 5 6 7 8 15 بعدين ايش نحطتهم. وين راح هايهم؟ خليهم هسه تلاقوا الحمام جاي. هاي يعني تحط هاي، خلي انا قاعد على الكرسي قاعد مستانس، شمس وبرد. هاي هون هاي التكلجي، حط اول واحد اللي حقو الشباب الطيبة. لا مو بدنا الجداد، وينهم؟ هاي حط، هاي حطوا كلهم. ايوه على الزاوية، هاي الملحة وهي البني ورا عند السكسفوني. خلينا طبعا يا اخوان هسه ايش طلع برفرف لي هذا المسود. هسه شوي بدنا نحبسهم ونطلع لكم حمام الموعد، يعني الموعد كمان شوي. خلينا نحبس هدول عشان ما يغلبونا، بعدين ايش ما نطلع الحمام الثانية وشوف الطيران على اصوله. طبعا دقت ساعة العمل. يلا خلينا هسه ايش نفتح عليهم. يلا روحوا. يلا نطلع لكم اياهم. الحمام لسه فيها شوية رطوبة. يلا يا عبس روح. طبعا لسه الحمام فيها شوية رطوبة، يعني الجو ما تحسن مليون بالمية انك تقول، بس اليوم اشوى بلا. مين اللي كيف على كلمة اشوى بلا؟ في حدا عم بيعلق لي بقول لي احلى اشي فيك اشوى بلا. طلع طبعا هذول يا اخوان بتحس انهم ايش زواجل، بس هم الوان كلهم.
يلا روح. نعد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، ادعسوا، خمسة، قلبت، بديش أصفر ولا ألوح ولا إشي. يلا ها، ستة، سبعة، اقلب يمين، يلا لفي، الله أخوان تكون حافظها، شمال، هسه بتروح تدعس. يلا قاعد بتوسع بس، تعلى شوي شوي، بعدين هسه بتدعس، هسه بتروح يمين بشمال بتصير. طلع شفتوا يمين بعدين شو شمال، شو قلت لكم، بعدين بتصير يمين بشمال. طلع ما شاء الله، يلا روح ادعسي، يلا بشمال، احفر الى جوا حفر. الحمام لسه يا اخوان عشان الدنيا شتا اليوم، بس الجو يعني تحسن، بكره مو خفض يعني، لسه شوي برضو الحمام برطب. طلع ما شاء الله. لا يا اخوان اذا يعني انا اغلب الاشياء اللي بسويها الحمام ما بصورها عشان ما يكون الفيديو ست ساعات، بس للامانه احيانا بوقف تصوير وبقعد انا اتجلى عليها، انا نفسي بقعد اتجلى عليها وعلى طيرانها، تلاقيها بتدعس داعس الحمام. طلع ما شاء الله، مسكت عالي هسا، وهسا بتدعس لجوا. تحفر حفر لجوا قاعدة. طلع ما شاء الله. يلا روح ادعسي. ها خلينا عشان ما اطول شوي الفيديو، هسه بس تصير ايش، تلاخم يمين شمال، تروح وتيجي. طبعا والله بتغدرني غدر، انا قلت راحت شمال. صولكوا اياها كان لسه هاي تكسر قاعده، بدها تحفر لجوا. طبعا يا اخوان الحمام قلبت، وين هاي الشقة الثانية رجعت قاعدة بتجرب كل الأماكن. هاي طبعا هذا اللي بفلت منها، هذا أول مرة بطلع فيها أنا، البوز الجديد يا إخوان، البوز الجديد، الجديد طخ. فرجيتكم إياه أول فيديو، قلت لكم هذا من الجداد، لسه مش متعود يمشي معها، حتى وأحيانا بيكسر فيها. راحت الحمام هيا قاعدة بتقلب هيا. طبعا ما شاء الله هيا هيك فوق السطح. طبعا انا عشان اعرف اصورك بس مش لاقي شيء. يلا روح ضربيها شوي. طبعا فيش حدا كاش اليوم بالمرة، كل العالم حمامها مرطبة. ويه شو بتسوي الحمام، شو بتعملي، شو بتعملي، بركة نزلت على الواطي. طلعت تضوء، انا بروح يمين تروح شمال، بروح شمال تروح يمين، انا عجقت بالتصوير. هسه بضرب لها شوت هون، بدنا ايش، بضلها داعسة هي. البرتد فيها البوز الجديد لأول مرة بطلع، معه إيش بيمشي هواها. يلا دعسي هدي معاكي، استنى شوي رقبة اللوحة
هاي خلينا نشد عليها شوي. والله يشدها ما شاء الله حالها، هسه لحالها بتروح بدون ما شد. والله هسه سيبها راحتها لحالها بتدعس، بس برضه عشانها مرطبة بيأثر عليها هذا الحكي. هاي الحمام من الشارع بتبرم، صار لي فترة ماسك عليها برمة. يلا من الشارع تعالي. انتهت، استوت الحمام اللي هالآخر رمق. انا قاعد برجع عشان ايش طلعت. والله لسه ما شاء الله عليها. ايه ايوه سعد غير طرمتها طلع ما شاء الله. لسه معاها مجال، معاها مجال، معاها ما شاء الله. والله لسه معاها طاير وشد حيل، عين الله عليها. خليها اوبا، خلينا هسه نبرمها شوي بعدين نحططها.